بعروض ساحرة أبهرت أعين الزائرين، انطلق كرنفال البندقية حيث تلألأت المدينة وسط ظلام الليل. الآلاف اصطفوا في الأزقة وعلى الجسور في المدينة الإيطالية لمتابعة عروض عائمة على أنغام الموسيقى في قناة كناريجو المائية، قام بها مؤدون وراقصون في أبهى حلتهم. وأضفى الليل لمسة رومانسية على نسخة عام 2020 من واحد من أقدم الكرنفالات في العالم. كرنفال هذا العام كان بعنوان سبب الحب، تكريماً لأكثر الأعمال الجنونية حكمة، وذلك للاحتفاء بالعاطفة ومشاعر الحب. وخلال أسبوعين هي فترة الكرنفال، ستمتلئ المدينة بالآلاف من السائحين والزوار من أنحاء إيطاليا والعالم. ويقيم الكرنفال حفلات راقصة في القصور التاريخية بالبندقية، يرتدي فيها الحضور الأقنعة، كما تقام حفلات ومواكب بالقوارب في الساحات والقنوات المائية.